من محطة القطار متاع نابولي تركب باص 151 تركب فيها 34 دقيقة بالضبط. ومن هنا تبدأ قصة نابولي، ثلاثة درجات تلقى روحك في الملعب. تشوف مارادونا في كل زاوية في نابولي، في كل زاوية من كرة القدم، من الساحة هذه، ساحة مارادونا، ساحة مارادونا، مارادونا العشق، مارادونا شيء تاني، مارادونا الملك. لما تتكلم معهم لو تحب مارادونا ولا ما تحبهش، يزيد يحببوك فيه. هنا يولد جنون كرة القدم نابولي. جنون كرة القدم هنا، الساحة هذه بالذات، ساحة دييغو أرماندو مارادونا. دييغو أرماندو مارادونا. التيشيرتات موقعة طبعا من ميني كينج، كينج اوف نابولي. هو بس عشق الناس في نابولي مارادونا، الإنسان اللي لا يحبوه شيء غريب. هذا التيشيرت الجديد متاع مارادونا، هذا صيني ماهوش أصلي، شريته ب 55 يورو. تيشيرت مارادونا تلقاه في أي مكان، والتيشيرت الجديد هو التيشيرت متاع البصمة اللي عليه وجه مارادونا، في منه أزرق، في منه سماوي، وفي منه أحمر. محلات الهدايا أكثر المحلات تلقى عندهم تيشيرت مارادونا، وعندهم علم، العلم هو البصمة، بصمة عليه وجه مارادونا. في نابولي دكان تاع نابولي، واكثر الحاجات مارادونا. is more money because of racing. This is 180 euros. And the blue one, the blue, the yeah. Sky and the white is limited edition and more euro. More 10 euros, yeah. Really. Yeah. جمهور نابولي يحبك، المهبلة شارع المهبلة.